ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 كتير قد العالم كله. النهارده هعمل تحدي انا وامنيه وسلمى. بصوا يا جماعه، انا هسال سؤال، تعالي امنيه انت كده وسلمى كده، تعالي امنيه جنبنا عشان نبان كلنا. انا هسال سؤال يا جماعه وتعريف عني يعني، وامنيه هتجاوب وسلمى، وانا هقول مين اللي اجابته صح ومين هو اللي يعرفني اكتر. يعني التحدي هو مين ايه؟ انا ثبت التليفون وانا عايز اتكلم. التحدي هو مين يعرفني اكتر. تمام، يلا امنيه. مش خيالي دي ايه؟ يلا بينا، يلا بينا. طب استنى عشان ايه؟ طب يلا انتوا تعادلوا. احنا بس كده صح؟ بس كده. اه والله انتوا عايزين غلط. ده حقيقي عايزه نعمله احنا نعمله. لا لا، حلو حلو حلو، يلا كده واحنا قاعدين. التحدي هو مين يعرفني. احنا فكره حلوه، انت قاعد جنب الكرسي. استني جنب الكرسي. مين يعرفني اكتر؟ التحدي مين يعرفني اكتر، امنيه ولا سلمى؟ متخيلين؟ اختي ولا مرات اخويا؟ يلا بينا. اختي ولا مرات اخويا؟ يلا بينا. اول سؤال هساله اول سؤال هساله ايه اكتر اكله بحبها في الدنيا؟ اكتر اكله بعشقها لو اكلها كل يوم مش هزهق. سمك. هقول لك الفطير والعسل. يا ولد يا جماعه. أيوة. صح صح كده يا جماعه. انا بعشق الفطير والعسل. لو غدا غدا كده عادي. انا بعشق الفطير وعسل ومعاه جبنه قديمه. صح يا سلمى كده. بوينت كل واحد يحفظ البوينت بتاعته كده. سلمى 1 امنيه 0. طب اوكي. بعد الشاي ايه اكتر مشروب بحبه؟ عشان انا قلت اكتر مشروب بحبه تقولوا الشاي. لا كل الناس عارفه. لا بعد الشاي بلبن. عصير. بتحبش احنا هنختار بقى. ايوه ما بتحبش العصير. هنختار جنزبيل وقرفه. اكتر مشروب بحبها سخن. جنزبيل وقرفه بالليمون. انتوا النهار قاعده معاكم امنيه بتهزر. لا لا امنيه دايما ايه النور دي هات التابلت. والله العظيم بشربه على طول لكل يوم. طب اوكي كده 2 بوينت 2 نقطه لسلمى وامنيه. طبعا ما شاء الله نايمه. ان شاء الله. اقعد بقى على الكرسي بتاعك انت. تزعلش. بص يا جماعه، ايه اكتر بلد انا نفسي ازورها؟ تركيا. تركيا. تايلاند. كندا. لا ايه ده؟ ايه ده؟ ان شاء الله اختار انا. هختار دبي. لا بص هختار. اسال سؤال تاني وكل واحد كل واحد هيقول اجابه واحده. اكتر بلد تروحها؟ اكتر بلد انا نفسي اروحها. تركيا. مش تركيا. لا بس امنيه قالت تركيا. خلاص سلمى. لا استنى استنى. خلاص قلتي تركيا. ايه اكتر بلد انا نفسي اروحها؟ ايه اكتر بلد انا نفسي اروحها؟ السعوديه. يعني لا الحمد لله رحتها وهروحها ان شاء الله باذن الله تاني. يعني ايه اكتر بلد نفسي اروحها؟ ايه اكتر بلد نفسي اروحها؟ تونس. تونس. جيبي لي كل ده. انت قلتي تركيا. خلاص دي محسوب عليك. لا لا لا. يلا سلمى. استني هي بلد شبه تايلاند بس مش عارفه اجيب اسمها. ايطاليا. كل واحد يقول اجابه محدده. أمني. كل واحد يقول اجابه محدده. يلا عد 1 2 1 2. هي تايلاند. مش عارفه هي كنت عايزه اروحها او شايفه تايلاند وايه كده. 1 2 3. هي تايلاند يا جماعه. ايوه تايلاند. انت قلتي تركيا ودبي. بصوا يا جماعه، يبقى النقطه دي ولا ليكي ولا ليا، لان انا نفسي فعلا يا جماعه ازور تايلاند. اه نفسي اروح يعني، ما شفت يعني حاجات كتير ليها. واليونان كمان نفسي اروح اليونان. ماشي يلا. تايلاند واليونان. اوكي حاجه ثانيه بقى. اوكي دلوقتي لو انا قدامي مثلا 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 ثلاث اكلات اللي هما فراخ ولحمه وسمك. سمك. هختار سمك. ايه؟ سمك. صح؟ سمك. برافو. اوكي صح. برافو عليك. ايه؟ طيب قولوا لي. طب سلمى عايزه ايه؟ ايه الامنيه اللي انا بتمناها في حياتي ونفسي احققها للمدى البعيد؟ غزل ويزن المفصلين. للمدى البعيد. انا عارفه. للمدى البعيد. غزل ويزن المفصلين في حياتهم دي حاجه لا مفر لها، يعني دي حاجه موجوده يعني. اقول لك انت عايزه ايه؟ حاجه للمدى حاجة البعيد. حاجه لحياتك كلها اصلا. للمدى البعيد. تسافري وتعيشي بره. بدي جايت دكتور بالله. صح. انت فكرت تحكي لي كده وبنسى. لا انت ابويا. صح صح يا جماعه. الحاجه الوحيده والله العظيم بجد اللي بتمنيها ان انا عايزك تنامي اكتر. ان انا فعلا يعني ما فيش اي امنيه ما تعرفنيش اصلا ولا اختي ولا اعرفها خالص. اوكي ايه اكتر لون بحبه في الالوان في اللبس؟ اسود. اسود والله في اللبس. اسود. اوكي قلتوا اسود. اه خلاص اسود و
خلاص هو الاسود خلاص انت بتعشي الاسود اوكي بقى بس لا هو لا فر جنس قلت لك لون فر وجنس مين احمر اخضر اصفر ازرق ابيض اللون الرصاصي رصاص اسكت انت بتختاري انت بتديني اختيارات بحب الاسود او بس الرصاصي انا بالنسبه لي لو لقيت حاجه رصاصي بميزها عن كل الالوان يعني مثلا لو لقيت جاكيت مثلا اسود وابيض ورصاصي بجيب رصاصي بس لو ما لقيتش رصاصي بجيب اسود لو ما لقيتش الاسود بجيب البيج لو ما لقيتش البيج بجيب ابيض تمام ايه تاني حد يفكرني في سؤال ولا لو انت خيرتي يعني تخيرتي ما بين حاجتين هتختاري ايه وانا اقول لك كنت اختار خيرت ما بين حاجتين ما اخترنا بين ايه يعني انت مثلا اكتر من بتحبي تروحي يعني مثلا انت قولي لي عليكي انت لو حطيتي في موقفين هتختاري انهي موقف موقفين اكتر عصبيه بتروحي ما بحبش العصبيه ايه ما بتحبش العصبيه يعني اهم حاجه ده شيء وجنبين حاجه اكتر حاجه بكرهها في ايه اكتر اكله بكرهها اكتر اكله بكرهها انت طب جاوبي كده الكشري من بره ايه سلمى اكتر تكرهيها اكتر الكوارع حاجات طيبه قوي يعني الكوارع والكرشه ايوه زي نفس على فكره قال لي تاكله ولا باكله اعمل انا برضه كده على طول لكن الكشري اللي ممكن ادوق منه معلقه عادي ما شاء الله امنيه يا جماعه بتحب الكوارع والكرشه دي بتعشق الكوارع بس يا ماما مش بحب الكرشه بحب الكوارع بس كوارع. بس ممكن تاكلها عادي يعني ممكن تجرب وتاكل خلاص طيب يا جماعه رايقه جدا معيش الحاجات دي ماليش رايقه في الاكل رايقه يلا الكوارع ورق عنب بالكوارع هصور لكم مره حاجه فيها وصفه بتاكلها والله يا ماما عايزه اتغذى عايزه امني عايزه اتغذى احنا مش مغذين انت مش متخبش مش مقربه من مناخيري اكلوني انا يا جماعه مش مقربه من مناخيري كلها امي تلاقيش والله فيروز دخلت معانا تعالي يا روزا تعالي يا جماعه في حاجه وجايه فيروزا جت معانا هتدخل معانا التحدي روزا تدخلي معانا التحدي طب تعالي كمان التحدي عليا كملي يا ولاد اسئله ليكي كمان تعالي مش لاقي اسئله انا وانا كمان اسالكم على حاجات تشوفوا طب اسالي سؤال كل واحد فيكم ونشوف مين فينا اللي هيجاوب الاسرع تمام يلا ايه اكتر مشروب بحب اشربه قوي ايس كوفي ايس كوفي اللي هو بالكراميل ايوه هو النقط الاول انا الاول نقطه بس واحد او مين ماشي يلا تمسك التليفون شويه لا 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 خلاص ماشي هقول لك ايه تاني اسئله برضه طب استنى امنيه سالي انت اسالي انت يا امنيه صح ماشي خلاص اكتر حاجه بحب اعملها في حياتي تسمع اغاني لا حاجتين اسمع صح اسمع حصل فيروز والله امنيه اقول لكم اكتر حاجه هي بتعملها في حياتي رقاصي امنيه ثاني ثاني رقاصي رقاصي يلا انا بلا الجندي انت غبيت لا لا انا اكتر حاجه بحبها الاغاني امنيه اكتر حاجه بتعملها في حياتها الاكل تعالي رزق تعالي جنبي تعالي جنبي الاكل والاغاني بس لا انا هقول لك حاجه بقى انت بتعمليها اصلا امنيه اديها تليفون ونيمها على السرير وغطوها وانسوها لا وادوها شيبسي وحاجات تحت الغطا حلوه جنبها واكل جنبها تحت الغطا تحت الغطا بتاكل تاكل وهي نايمه عادي الغطا بيتحرك تعرف ان امنيه بتاكل جنبها عادي عادي مش لا 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 امنيه بترمي لا امنيه لا لا بتاكل لا لا بس هي بتاكل وهي نايمه اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لا بتحط عادي ما لناش دعوه عادي الكلام ده دلوقتي اهو ما قلتش حاجه اهو انا مالي اهو يا ماما معلش انا اللي يعني شعري متبهدل شويه عشان عندنا تصوير والله عندنا تصوير معلش مفيش حد فيروزه الدور عليكي يا فيروزه اسالي سؤال اكتر عصير بحبه ايه مانجا برتقال فريش ايس كوفي برضه لا ايوه بتحب تشرب ايس كوفي انا فاكره انت مانجا برتقال انا فاكره كان مانجا برتقال ايس كوفي اتغير ممكن يعني ايه لا احنا ما قعدناش معاها من زمان ميولها اتغيرت ايوه والله العظيم بجد بس يا جماعه بصوا بقى ده الفيديو بتاعهم لو عايزين استني بس لو عايزين بقى نقعد نرغي معاكم برده كده في فيديو تاني علينا يعني كلنا قول لنا في الكومنت لو الفيديو ده عجبكم اعمل لنا لايكات كتيره ووصل الفيديو ده لعدد اكبر عدد من اللايكات وان شاء الله الفيديو يعجبكم لو عجبكم تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وفعلوا زر الجرس اشتركوا معايا احلى وصلونا 2 مليون واشترك يلا بينا باي يا امنيه ده تنوين مغناطيسي يلا باي باي مكة مش هنا عشان